للمزيد من الفهم والمتابعه معي هاتفيا دكتور احمد سيد احمد خبير الشؤون الامريكيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور احمد اهلا بك ومرحبا كل تحياتي. يعني اذا حينما نتحدث الان عن التصريحات الامريكيه الاخيره بعد تصريحات التفاهم والود مع الجانب الكوري الشمالي، هناك تحذيرات شديده اللهجه الان بمثابة محاولات للضغط، هل تعتقد أن الولايات المتحدة راغبة حقيقي في تحقيق القدر الأكبر من التفاهم مع كوريا الشمالية في تحسين العلاقات، أم أنها يعني ربما تضع بعض العراقيل في هذا الطريق؟ يعني مرحبا بك أولا وبالمشاهدين. تصريحات الخارجية الأمريكية اليوم أن بومبيو سوف يتخذ موقفا حازما باتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية هي بتعكس ورد على الانتقادات الشديدة للإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو فيما يتعلق بأن القمة لم تسفر عن جدول زمني محدد لنزع السلاح النووي، وأيضا ما أشارت إليه التقارير عن قيام كوريا الشمالية ب زيادة الوقود النووي وإخفاء بعض مواقع الأسلحة النووية، هو ما يعكس أن بعد مرور ما يقارب الشهر على القمة التي كان يعلق عليها الكثيرون الأمال الكبيرة في وضع خريطة الطريق ومسار محدد ومعروف لنزع هذا البرنامج النووي الكوري الشمالي حتى بحلول عام 2020، أعتقد أن حتى الآن لا توجد أي بوادر أو أي خطوات. هي بتعكس أيضا من ناحية أخرى أن هناك حالة من عدم الثقة الكبيرة والفجوة بتزال بين كوريا الشمالية وأمريكا، خاصة بعد تغير الخطاب من الخطاب الودي والخطاب التعاوني واعتراف وتصريح ترامب بأن كوريا الشمالية تصير في الطريق الصحيح إلى خطاب نوع من الحزم والصرامة وإرسال رسالة لكوريا الشمالية أن دخول أمريكا في المفاوضات أو في هذا المسار هو لا يكون إلا في خيار واحد، وهو قال النزع الكامل للسلاح النووي. أما المسارات الأخرى والخيارات الأخرى فيما يتعلق بالمراوغة أو التعامل الجزئي مع البرنامج النووي أو تكرار التجارب السابقة سواء في عهد كلينتون أو في عهد بوش الابن لن تقبلها الإدارة الأمريكية، لأن تكلفة الحوار والتفاوض وإعطاء الشرعية لزعيم كوريا الشمالية هو تكلفة كبيرة للإدارة الأمريكية وخاصة ترامب، لأنه يريد أن يحقق نصرا كبيرا على هذا المسار قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل ودعم الجمهوريين، وأيضا قبل عام 2020 في ولايته الثانية يحاول، لكن حتى الآن واضح أن الأمور تسير في اتجاه بطيء، لا توجد خطوات واضحة. كل ما بدأ من كوريا الشمالية هو تجميد إجراء التجارب النووية، هو تدمير موقع إجراء هذه التجارب، لكن حتى الآن لم تبدي كوريا الشمالية خطوات محددة أو ملموسة أو تكشف بشكل كامل وواضح عن برنامجها النووي وعن القنابل النووية. وكل هذا بيعني أن هذا المسار هو مسار طويل ومعقد، وأن كل ما حدث هو أنه نقل الصراع ونقل هذا الملف من الخطاب الحاد ومسار الصراع إلى مسار الحوار والمفاوضات، لكن تظل النتائج حتى الآن غير واضحة. لكن لفت للنظر دكتور أحمد، يعني يمكن أن تشدد الولايات المتحدة كما تفعل وأن تهدد وربما أن تتخارج وأن تضغط كما يحدث، ويمكن أن نلتجئ إلى الإغراء وسياسة الجزرة على الجانب الآخر، وهذا ربما كان الطريق الأقرب. هذا ما أفصح عنه الزعيم الكوري الشمالي، يعني أنه يريد أن يضع لشعبه المزيد من المميزات ولدولته المزيد من يعني ما فاتهم من إدراك الحياة الاقتصادية ورغد العيش وغيره. لماذا لم تفعل ذلك الولايات المتحدة برأيك؟ يعني بالطبع كما أنت قلت، الآن أمريكا تمارس سياسة العصا والجزرة، هي بعد ممارسة أكثر ضغوط وأكثر عقوبات على كوريا الشمالية وهم أثر حقيقة على نظام كوريا الشمالية ودفعه في اتجاه الحوار، هي تحاول أن تمارس سياسة الجزرة من خلال الوعود برفع العقوبات بتقديم مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية إنهاء عزلتها دوليا، لكن تظل حقيقة المعضلة والمشكلة بالنسبة لأمريكا وكوريا الشمالية هي فكرة التنازل الأول والتنازل المقابل، بمعنى أن كل منهما ينتظر الآخر لكي يتخذ خطوة ثم يقوم الآخر باتخاذ الخطوة. لكن العصا تبدو أقوى من الجزرة، تبدو يعني أشد تأثيرا واستخداما من قبل الولايات المتحدة. بالطبع يعني بالطبع الخيارات الكورية الشمالية أصبحت محدودة الآن، لأن هناك وضعا اقتصاديا صعبا، استمرار الوضع السابق والعقوبات الدولية وعقوبات مجلس الأمن والتي وأيضا استمرت بها الصين بيعني أن النظام
سوف ينهار من الداخل، ولذلك لجأ إلى التفاوض وللحوار أملا في الحصول على مساعدات اقتصادية لتحسين مستوى شعبه، لتوضيح أنه حقق إنجازا وأنه جلس مع أكبر زعيم لقوى عالمية. لكن تظل المشكلة حتى الآن أن كوريا الشمالية تخشى من أن تقوم بكشف برنامجها النووي، بنزع هذا البرنامج دون أن تحصل فيه مسبقا على الضمانات الواضحة المتعلقة برفع العقوبات المتعلقة بتقديم مساعدات. وكل هذا في المقابل أمريكا تريد أن ترى من كوريا الشمالية خطوة جادة فيما يتعلق بالنزع، ثم تقوم بعد ذلك برفع العقوبات والمساعدات. بمعنى أن كل طرف حتى الآن هو يخشى من الطرف الآخر، يخشى أن يقدم تنازل جوهري دون أن يقدم الآخر هذا التنازل المقابل، وبالتالي يمثل انتكاس لكلا الطرفين. وأعتقد أن بومبيو ومحادثاته أمس واليوم في كوريا الشمالية يتأتي في إطار محاولة لي على الأقل ضمان أن يستمر هذا المسار في اتجاه الحوار، في اتجاه المفاوضات، في اتجاه أن يكون هناك خريطة طريق واضحة تشمل ضمانات من كلا الطرفين، تشمل أن تقوم كوريا الشمالية بكشف برنامجها النووي بوضع آليات محددة وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفكيك هذا البرنامج في خلال زمن مدى معين، أو أن يكون بالتزامن أيضا هناك خطوات أمريكية مقابلة في رفع العقوبات تقديم مساعدات. لكن وبالتالي هو السؤال هنا، المشكلة الحقيقية هي رغبة كوريا الشمالية ومدى جديتها حقيقة في أن تسير في هذا الأمر، لأن هناك أطراف أخرى، هناك الصين، ونحن نعرف الآن أن هناك حربا تجارية بين الصين وأمريكا، وربما تتجه الصين إلى توظيف واستخدام ورقة كوريا الشمالية في إطار المناورة مع أمريكا من خلال تأثيرها على الزعيم كيم جونج أون، وهو الحليف المقرب للصين حقيقة، ولا يحدث أي خطوة إلا بعد مشاورة الصين وبعد أن يتخذ قرارا. وأعتقد أن في ظل الأجواء المتوترة بين الصين وأمريكا، وفي ظل الخلافات بين ترامب والعديد من الدول الأخرى مثل روسيا، أعتقد أن هذا الملف ستأثر بشكل كبير بهذه التفاعلات، بما يعني أننا سنشهد مفاوضات عسيرة للوصول إلى خريطة طريق واضحة. وأعتقد أن جولة بومبيو ربما تساهم لحد ما في ضمان عدم حدوث انتكاسة أو تراجع، لكنها لن تحقق إنجازا كبيرا يفضي في النهاية إلى أن يضع هذا المسار على في إطار خريطة طريق واضحة لنزع السلاح النووي. ربما كان هذا يبدو أقرب إلى فكرة الدائرة المفرغة، أن يدور الجميع في نفس الدائرة ولا يصلون إلى نقطة للتلاقي، لأنهم يسيرون بنفس السرعة، من يبدأ بحسن النوايا، من يبدأ بالتنازل. يبدو هذا السيناريو الأقرب كما فهمت من حضرتك. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.